في هذه الحلقة من عشاق القرآن سنختار قصة مختلفة لكنها مميزة جدا. قصة أم في 38 من العمر كان لديها حلم، لم تستسلم لهذا الحلم رغم الكثير من الظروف التي حالت أو حاولت الحيلولة دون تحقيق هذا الحلم، ابتداء بكبر السن، مرورا بستة أبناء وزوج، وانتهاء برحيل هذا الزوج المبكر. مات فجأة لكنها استمرت بالحفظ ولم تتوقف فجأة. سنتعرف على قصة إقبال في هذه الحلقة من عشاق القرآن. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم، وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. في البداية أني سمعت موعظة كان الشيخ فيها يتكلم عن حافظ القرآن، كيف أنه حافظ القرآن في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى ينادي عليه بين الخلائق كامل ويقول يعني يا قارئ القرآن اقرأ ورتل القرآن كما كنت ترتله في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية قرأتها. فهذا يعني أول دافع يعني خلاني أحب أني أقرأ القرآن، ودائما كنت أسمع أنه أهل القرآن أهل الله وخاصته، فحبيت أقرأ القرآن وكانت عندي هذه الرغبة يعني إنني أحفظ القرآن. كان صح إنه في يعني سني كان 38 سنة وعندي 6 أطفال وزوج، يعني مسؤولية كان كبيرة، مع إنه القرآن يشتي كان وقت يعني الإنسان يعني وقت أكبر من كده. فسبحان الله توكلت على الله سبحانه وتعالى وأجيت سجلت هنا الحمد لله، يعني إنه دار القرآن الكريم ما كانش يعني في شروط إنه مثلا القرآن يعني في أي سن مالوش ما يتقيدش بسن معين. فبدأت أحفظ القرآن الكريم، طبعاً يعني أنا واجهت عدة صعوبات بحكم إني مثلاً يعني أم 6 أطفال وأطفالي كلهم يدرسوا مدارس ومعي زوج يعني مسؤولية، حتى إنه أحياناً كنت أنا أطبخ وجبة الغداء من قبل من الليل عشان أحضر هنا، لأنه في قرآن كريم في دار هذا دار القرآن في قرآن كريم وفي كمان مواد يعني تبع القرآن مواد أخرى. أول شيء لو غرسة في القلب يعني حب القرآن الكريم تذهب كل المعوقات. حلاوة القرآن الكريم لما تكمن في القبور في القلوب سبحان الله تعالى ليس هناك يعني عائق من العمر أو الانشغال أو يرى الإنسان كل هذه الأمور التي تحيطه قد تكون صعبة ومن المشاق، إلا أن الله عز وجل سبحانه وتعالى بفضل الطيب النية الطيبة والإخلاص الله عز وجل سبحانه وتعالى يمهد هذه الأشياء. بالنسبة للحافظة أختنا أقبال عبد الرحيم، هي التحقت بالفعل في سن 38 عام، لكن أني أحب أن أشير على شيء أن أقبال قبل ما تلتحق في دار القرآن الكريم قبلها كانت يعني كيف سبب دخول أقبال الدار؟ سببها أنه ابنتها قبلها كانت ملتحقة في الدار، فبسبب الدراسة الخارجية لبنتها يعني في الكلية وكذا كانت هناك كثير من الغياب لبنتها، فيوم من الأيام استعديتي للدار وكذا وبحث يعني أسباب الغياب واوا في قالت ينفع أني أن يكون بدل بنتي؟ قلت لها ينفع سبحان الله تعالى. فأحيانا العمر يا سيدي أحيانا الإنسان بيكون عمره مثلا 18-20-25 لكن الله عز وجل لا يفتح عليه ذاك الفتح اللي قد يفتحه لسن 40-45 وما فوق ذلك. كان حفظ القرآن حلم إقبال قديما قبل أن يتبدد بالمسؤولية الناتجة عن الالتزام الأسري الذي أجبرها على عدم مواصلة الدراسة النظامية قبل أن يولد مرة أخرى، ولكن بعزيمة أكبر رغم كل الظروف. طبعا بدأت هنا بالدار القرآن الكريم من البداية من سورة الفاتحة واستمريت في البداية، كان في عندنا هنا في تلقين أول نتلقن جزء عام كامل، وبعد كده الحفظ يكون على حسب إمكانياتك أنت والهمة اللي عندك. فبعد تلقين جزء عام بدأت يعني أحفظ الجزء تبارك وإلى آخره، فسبحان الله يعني وتيسير من الله سبحانه وتعالى الله أعانني على حفظ القرآن. كنت أعاني يعني صعوبة شوية بأنه مني كبيرة في السن أنسى، ولكن مع التكرار مع الدعاء الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يسر لي أن أحفظ القرآن الكريم إلى الجزء 15 إلى سورة الإسراء. بعد كده يعني مرت بظرف يعني إنه توفت زوجي فجأة بدون نعيم، فكنت يعني كنت قهاني
محبطة بأنني كيف أني ما أقدر أكمل مشوار حفظ القرآن الكريم. كنت أدعو الله سبحانه وتعالى وأقول يا رب وفقني، إني أنا بجلس 4 شهور و10 أيام العدة. فسبحان الله يعني بتيسير من الله سبحانه وتعالى، كانت في مدرسة في الدار قريبة من بيتي، فقالت يعني قالت أني بكون أجي أسمع لك قرآن 3 أيام في الأسبوع. واستمريت يعني وأخذت يعني وعد يعني سبحان الله وهدف إنني لازم أكمل 4 أشهر و10 أيام هذه، وخلي ختمت القرآن. فيعني فرغت وقتي كله، استغلت الوقت هذه وقت إني مكيت في البيت وإنني أحفظ القرآن الكريم، وفعلا يعني كملت 4 أشهر و10 أيام وختمت بنفس هذا الموعد. وهذا يعني فضل كبير من الله سبحانه وتعالى. كمان فضل يعود يعني بعد الله سبحانه وتعالى لإدارة الدار، إنهم يعني سمحوا لي بإنه في مدرسة تجي تسمع لي، ويعني اعتمدوا هذا الحفظ، جزاهم الله ألف خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. طبعا لازم أني أصحي قبل أني أنه مسؤولة عن أم يعني ومسؤولة عن تربية أولاد وبيت وكذا، كان أني أفضل الأوقات أني أراجع كان وقت الفجر، يعني أقوم بدري، حتى إحنا أحيانا أقوم قبل الفجر وأصلي وأجلس أقرأ القرآن وأراجع القرآن أحفظ إلى أن يأتي موعد يعني استيقاظ أولادي من المدارس، أصحيهم وأعمل لهم الفطور وأخرج. كان في باص يجي هنا يمر على الطالبات يجيبهم، لكن أني لم أستطيع الالتحاق بالباص لأنه الباص يجي بدري على بال ما يلف على الطالبات، كنت أجي مواصلات. طبعا في مشقة كان، ولكن سبحان الله الله سبحانه وتعالى يقول إنه يعني جعلنا القرآن إيش ويسرنا، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل المذكر. الله سبحانه وتعالى ييسر كل الأمور. فأحيانا مثل ما قلت من قبل إنه كنت أحيانا أطبخ يعني وجبة الغداء أقدم عشان ما لما أجي يعني ما أكونش مقصرة في حق زوجي وحق أولادي، يعني لازم أقسم لكل شيء بكل وقت. أحيانا كمان العصر أذهب إلى المسجد، أحيانا أعمل موعظة أو أستمع لمحاضرة أو كده. فسبحان الله مرت الأيام وفضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله. شوف بقول لك ما شاء الله عليها، هي لا زالت يعني تراجع القرآن منذ أن ختمت. هي ختمت في عام 2010 و2011، عندها يعني قابلية قوية في تثبيت القرآن الكريم. لا زالت لحد الآن بعد صلاة الفجر كل يوم تتصل عليها تراجع القرآن معي عبر التليفون. كانت يوما طالبة في هذا المركز، حفظت نصف القرآن، مات زوجها ثم حفظت نصفه الآخر بمساعدة مدرسة كانت تزورها إلى البيت أيام عدة الوفاة قبل أن يؤهلها حب الناس وحبها لهم لتصبح مسؤولة في هذا الدار.
إقبال سبحان الله تعالى، يعني والله إني أقول كلام حق فيها، وأسأل الله عز وجل أن يعفو عني إن في يوم من الأيام يعني ظلمتها أو لم يعني أقف معها وقفة كذا جامدة بحيث إني أعذرها بسبب الظروف اللي كانت معها. إقبال أولا سبحان الله تعالى تمتاز بكثير من الامتيازات، يعني أخلاق حسنة، قدوة صالحة، عقل سديد ورشيد، تحب الخير للآخرين، ابتسامة ما تفارقش يعني وجهها، الكل بيحبه مثل النحلة في الدار، يعني الكل بينتهل من رحيقه. لم تكتفي الأم التي استقطعت من وقت أبنائها للدراسة بالحفظ فقط، بل زادت عليه الكثير من احتياجاتها الشرعية. الحقيقة المواد يعني كان ضروري جدا، يعني المواد هي مصاحبة للقرآن، يعني استفدنا منها كثير جدا. يعني بالنسبة لإدارة القرآن الكريم جزاهم الله ألف خير، إدارة الدار كانت يعني تعينا نحن، تعطينا نحن المجال وتيسر لنا الأمور في الحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وفي يعني سبحان الله التزود الإيماني، يعني نحن محتاجين للغذاء الروحي، مش إلا قري بعد الدنيا هذه، نحن محتاجين للغذاء الروحي. فكانت الإدارة كمان يعني إلى جانب هذه المواد نحن استفدنا كثير، كان أيضا يعني محاضرات نستمع، كانت تجيب لنا نحن محاضرات، استفدنا كثير من هذه المحاضرات في مشوارنا، لأنه لازم الإنسان مش خلاص قارئة قرآن، لازم أن تكون عندك ثقافة بأشياء كثيرة غير القرآن الكريم. نحن استفدنا من هذه الدروس كثير جدا الحمد لله. يعني أنا دائما أوصي أولادي بحفظ القرآن الكريم. الآن معي أنا بنت طالبة في مدرسة الإيمان سنة أول ثانوي، والقرآن الكريم كل يوم درسهم الآن قد بالجزء العاشر، يعني تقرأ القرآن، وفي كلهم أولاد، يعني أحطهم على إيش؟ على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. يمنحها يجد من يحفظ القرآن في سن متقدم فرقا بين مرحلتين، ما قبل وما بعد الحفظ، لذا يتمسكون به أكثر. أكيد يعني في أشياء كثيرة تغيرت. كان من أول من قبل ما يعني نقرأ القرآن ونحفظ القرآن، كان نقرأ القرآن كذا قراءة عادية سبحان الله، لكن الآن تحسي سبحان الله القرآن يعني تحسي له حلاوة وانت تقرأ القرآن، تحسي ما تقرأ القرآن بترتيل عكس ما تقرأ القرآن من قبل بدون أي تجويد ولا أي، لكن لما تقرأ القرآن سبحان الله بتجويد وترتيل تحسي حلاوة وتحسي يعني سبحان الله حب لهذا القرآن، يعني تستشعري أشياء ما كنتش تشعريها من قبل. فهذا يعني سبحان الله نعمة من الله سبحانه وتعالى بأنك تتلددي وأنت تقرأي القرآن وتتلي آيات الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين.
أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين نسيت أكلمك على نقطة يعني في سجل الإقبال عندما كانت طالبة يكاد أن يخلو يعني الغياب إلا ما ندر يعني أني أذكر أنه الغياب الكثير كان فقط في العدة التي هي ظلت عليها أثناء وفاة زوجها أما هي كانت من المواظبات أول الطالبات كانت تأتي في الدارية ويوم كان في إجازة في الدار ولا شيء يعني بيصيب نوع من الأسى نوع من الحزن نوع من كذا يعني ما بنقيش يعني ما بنحفظش يعني ما بنسمعش يعني بنقص يومين كذا في البيت يعني بيروح علينا وكذا فسبحان الله تعالى بالنسبة للمواد الشرعية للمواد الشرعية نحن دائما بنعمل هذه المواد وكمان بعدين سبحان الله تعالى عندنا معايير من الطالبة التي تقدر على الإعطاء على الإلقاء على طرح الدروس نحن بنعطي للبنات مجالات في هذا بحيث هن يعني يكون عندي القدرة بأن تشرح حديث أو تعطي درس تفسير فكانت أقبال سبحانه وتعالى لا تحتاج لذلك لكونها كانت من قبل يعني بتعطي دروس بتعطي محاضرات في المساجد بس كان نسبة تلقيها للمواد الشرعية يعني عندنا الاختبارات على درجات فكانت درجاتها عالية ما كانت يعني لو بتخفق بدرجة درجتين فقط وإن ما شاء الله لا قوة إلا بالله هي يعني سبحانه وتعالى موفقة لا زال الحلم كتاب قرآن الله سبحانه وتعالى وكتاب الله سبحانه وتعالى الإنسان ما يقولش أنا انتهيت من حفظ كتاب الله بالعكس لما تحفظي كتاب الله أنت بدأتي عادك المشوار يعني نحن القرآن الكريم بنضل نراجع القرآن ونحفظ القرآن الكريم إلى أن نتوفانا الله سبحانه وتعالى فهذه بداية يعني نحن الآن لازم نستمر ولازم سبحان الله مش حفظ القرآن هو الأهم أهم شيء إن نحن نتخلق بالقرآن هذا كيف نكون يعني نحن مثلما كانت عائشة تقول للنبي عليه الصلاة والسلام تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآن يمشي على الأرض نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن نكون نحن يعني من حافظين القرآن وعاملين بها بما جاء في القرآن هذا في هذه الحلقة من عشاق القرآن لم نكن مع حافظة فقط بل كنا مع أم يجب أن يفتخر بها الجميع تستحق التكريم لأنها لم تستسلم لسنها ويضيع عليها الحلم وهو حلم حفظ القرآن الكريم لم تستسلم للكثير من التزاماتها كونها أم لستة أبناء والتزام الزوج أيضا ووفقت بين البيت وبين الحفظ حتى وصلت لذلك هي تستحق التكريم بكل تأكيد رحل عنها زوجها أثناء الحفظ وفي منتصف الحفظ بالضبط لكنها أيضا لم تستسلم وصلت الحفظ ووصلت إلى ما وصلت إليه اليوم أصبحت مدرسة ثم وكيلة لهذا الدار ولا يزال حلمها موجودا الكثير من المحاضرات واللقاءات تفعلها للطالبات والأهم من ذلك هي أم للموجودات هنا بكل حب وكل ود ونصح لذلك نحن في عشاق القرآن نكرم إقبال ونتمنى لها التوفيق وتستمر على نفس الوتيرة أيضا اسمنت الوحدة هذه 100,000 ريال تفضلي موفقة إن شاء الله